هذا سلمكم الله رجال، يقول بعد ما تخرجت وأمن تقريبا مستقبلي، جيت لما هلي وقلت دورولي على بنت الحلال أبا تزوج. يقول انبسطوا أهلي، بدوا يبحثوا لي عن بنت الحلال، خطبوا لي هنا ما راد الله، خطبوا لي هنا ما راد الله. يقول مريجوني خطبوا لي من حد العوائل الكبيرة. يقول يوم صار بعد فترة وافقوا هالعائلة وقالوا والله يحيي الولد هو أبوه. يقول جيت أنا وأبوي لأبو البنت، جلسنا معه شوي، قالوا أبو البنت نبي نسأل عن الولد وإن شاء الله يصير خير. يقول فعلا بعد ما سألوا عن، اتصلوا أهل البنت على أهلي وقالوا ترانا موافقين، خلوا الولد يجي يشوف البنت. يقول أنا انبسطت، تكشخت، لبست لك الثوب، رحت لم بيتهم. يقول جلست، يوم قعدت شوي قام أبو البنت نادى البنت، دخلت علينا البنت. يقول أنا نظرتها، يقول سبحان الله، يقول جان شعور غريب. يقول جلست عندنا البنت شوي، سألتها كم سؤال، يقول مستحي هالبنت، قامت ودخلت. يقول التفت على أبو البنت، قلت خلاص إن شاء الله هنعلمكم. يقول طلعت من البيت وأنا مرتاح. يقول يوم وصلت بيتنا قلت يا يمها عجبتنا البنت، خلاص أبيها. يقول قالت أمي يا وليدي أنت متأكد؟ أصبر استخر وإن شاء الله بكرة أفرا. قال يا يمها أنا متأكد ومستخير، البنت عجبتنا أبيها. قالت خلاص يا وليدي إن شاء الله بكرة نتصل عليهم. قال شو اللي اتصل الحين؟ قالت يا وليدي وش اللي اتصل؟ بكرة إن شاء الله خلاص. يقول يوم صار من بكرة اتصلت أمي عليهم، قالت أم البنت خلاص إن شاء الله نشوف ونعلمكم. يقول يوم صار من بكرة بعد اتصلت أم البنت، قالت تراها موافقة هالبنت وعسى الله يوفقهم ويجمع شملهم على خير. يقول يوم علمتها أمي، يقول طرت من الفرح. يقول اتفقنا أنه أسبوع الجاي الملكة. يقول وأنا تحره اليوم. يقول يوم صار قبل يوم الملكة بيومين مر يتصل أبو البنت على أبوي، سلام عليكم. عليكم السلام أبو فلان، يعني الزواج قسمه نصيب وترى ما راد الله زواج، والله يوفق ولدكم ويوفق بنتنا، مع السلامة. وسك السماعة. مر أبوي يرجع يدق عليه، كل عسى ما شر، وش العلم؟ وش صاير شيء من الولد؟ صار شيء ببنتكم لا قدر الله؟ قال لا لا، بنتنا ما بها إلا العافية، ولا بنا شيء، وولدكم الله يوفقه يعني ما صار شيء. قال لي وش السبب يعني؟ قال ما صار شيء. قال لي خير إن شاء الله. يقول جاء أبوي وقال لي، قلت شلوني الملك بقى عليه يومين وفجأة يعني صار بينكم شيء يباه؟ قال لا والله ما صار. دق الرجال قال الله يوفق ولدكم وكنسل الزواج. قلت وش اللي فجأة كنسل يباه؟ سألين عن الناس دولة وشفت بنتهم وشافتهم وكانوا موافقين، في شيء يبها كي أبدق على أبو البنت؟ قال لا تدق علي ابن حلال الله يوفقه والبنات. قلت لا يبها بدق بشوفش العلم. يقول المهم رفعت السماعة، ساك الله بالخير يا خال، وشلونك؟ وش السالفة يا خال؟ قال ما في سالفة، زواج ما نبي، الله يوفق. كثير طيب ليش يا خال؟ عادي يعني صار بينك وبين أبوي شيء، البنت بها شيء، وش السالفة يا خال؟ أنتم سألين عنه موافقين، الملك بعد يومين، يعني وش اللي طرالك؟ قال ما طرالنا شيء ابن، طرالنا أنا بنكنسل الزواج. يقول قلت خير إن شاء الله وسكرت السماعة. يقول أنا ضاق صدري بالحيل. يقول البنت مرتاح لها ومعجبتها. يقول قالت أمي يا ولدي ولا يضيق صدرك، نخطب لك اللي أزين منها إن شاء الله. قلت لا لا يا أمه لا تخطبوا لي، وقفوا شوي يمكن عندهم شيء بينحل. يا ولد قلت يا أمه لا تخطبوا لي. يقول يوم صار بعد كم أسبوع مرة رجع ودق على أبو البنت، السلام عليكم يا خالو شلونك؟ طيب يا خالو وش السالفة؟ هي للحين والله العظيم أني أنا ما أدري وش. قال يا ما عندنا زواج يا أخي، بنات الناس واجد، راح أخطب يا أخي، بنتنا ما إحنا مزوجينه. قلت يا خال بس علما وش المشكلة؟ قال ما في مشكلة، زواج ما في. ما تفهم يا وليدي، حنا هونا. قلت على خير إن شاء الله. يقول سكرت السماعة. يقول المهم أمي اخطبت لي واحدة ثانية ووافقوا ورحنا لأمهم وسألوا عن، قالوا خلاص خلوا يجي الولد يشوف البنت. يقول هذه البنت الثانية. يقول المهم رحت أشوفها. يقول دخلت يقول والله ما زاود عليكم أني قعدت بالمجلس أنتظر البنت تجي. قام أبوها راح ينادي هالبنت الثانية. يقول مر تجي تدخل علي. يقول يوم رفعت راسي ونظرت هالبنت، والله وبيسأل أنا الله أن هالبنت هذه الثانية. يقول أشوف هالبنت الأولى.
يقول هي اللي دخلت عليها البنت الأولى مي بنت الثانية ذي. يقول وناظرة يقول وتمقل. يقول البنت الأولى ذي يقول ونزل راسي كذا وسمي بالله. يقول وسمي بالله. يقول ما أرفع راسي مرة ثانية وناظرة. يقول مرة تختلف شوي. يقول أنا ماش واضح إني ارتبكت. قال أبو البنت للبنت خلاص قومي. يقول قامت. يقول أنا ارتبكت. يقول مرة قوم كذا قلت خلاص إن شاء الله نعلمكم. يقول واطلع من البيت. يقول واركب السيارة وافصخ شماغي. وش اللي أنا شفت؟ يقول وانحر بيتنا وادخل على أمي. قلت يمها البنت اللي رحت أشوفها هي البنت الأولى. قلت وش اللي وين أنت رايح؟ قلت رحت لأمها قلت وش البنت تختلف شكلها 180 درجة. اللون يختلف والشكل يختلف. وش اللي البنت الأولى؟ قلت يمها أنا ما أدري. يمه ذولاك طيب ذولاك وصار على بنتهم تزوجتي. قالت يا وليدي وصار على البنت اللي انت رايح تشوفها وش صار؟ قلت يا يمه ما صار شيء وقفي ما. يقول مرة اطلع من البيت. يقول انا مندوش. يقول يوم صار من باتر قالت امي ها وش نقول للناس؟ قلت يمه ما ادري لا تقول ما ابي ما خلاص ما ابي شيء انا العرس ما ابي ما كنسي. قلت يا وليدي اذكر الله ترك البنت اللي راح تشوفها الثانية ترى هزيا من الأولى. قلت يا أمه أنا ما أنا بسأل عن الزين أنا ما أبي العرس كنسلي خلاص. قلت يا ولد قلت ما أبي ما هو بغصب خلاص أنا العرس ما أبي. يقول واطلع من البيت. يقول وأقفل على الموضوع. يوم راح شهر شهرين. يقول جيت لأم أمي قلت يا أمه البنت الأولى هي عرست. قالت يا ولدي وش بك يا ابن حلال والله ما بهزود. قلت يا أمه هي عرست. قالت ما وصلنا انها عرست. قلت زين. يقول يوم صار بعد المغرب يقوم رجي اروح لمسجدهم انتظر لين يذن العشاء. يقول وصلي لمسجدهم. يقول يوم قضيت من الصلاه يقول وتلفت بالمسجد يقول انا ناظر ابو البنت. يقول مره قوم يقول والحقه. يقول نطلع انا يوم للمسجد. يقول مره سلم عليه قال يا وش جابك انت؟ قلت شوف يا خال انا بنتكم ما ابي الله يوفقه باللي أزين منه لكن أنا عندي سؤال بس واحد أبيك تجاوب عليه. تكفى تكفى أنا طالبك تجاوب عليه. قال وش تبي؟ قلت الحين أنتم موافقين على كل شيء قبل الملك بيومين دقيت عليه قلت ما صار شيء. ليش دقيت عليه وقلت ما صار شيء؟ قال طلع لنا شيء وردناك عشانه. قلت ايوه وش هو هالشي اللي رديت عشانه؟ قال بكيفه مو بلازم أقولك. قلت تكفى يا خاف انا بنتكم ما ابي خلاص انا ما ابي بنتكم تراي. بس وشي فاقع مخي من كم شهر. قال شف هند سلمتين ورد غطاها بقول لك وش السالفه ومع السلامه. قلت وشي ما يخالف. قال دق علينا واحد من ربعك القريبين لك ويعرفك اكثر من 15 سنه وقال لنا عنك امور ما تناسبنا والله يتوب عليك. انا بدري شلون ما تخاف الله من هالامور لو ياخذ الله امانك وش تقول؟ لكن الشرع مهيب عليك. الشرع على أبوك يوم أنه يخطب لك بنات رجال. قلت أمور؟ وش الأمور؟ قال بكيفهن أنت أخبر بالأمور هذه وشي. طيب قل لي عادي والله لا أقول لك إيه أنا بنتكم ما أبي. قال لا ما هو بلازم أقول لك. قلت طيب من هو اللي قال لك فلان؟ قال لا ما هو بفلان. قلت طيب فلان؟ قال ما هو بلازم أقول لك وش اسمه الحين دريد صح؟ واخر عن خلا أروح للبيت. قلت دقيقة من هو اللي قال لك؟ بس أبي أدري يمكن مو بخوي. قال هو خويك ويعرفك زين وأدري إنه خويك وسألت عنه وقيل إنه خويك. قلت من هو؟ طيب وش قال لك؟ قال مو هو بلازم أقول لك وش قال لي. قلت طيب شوف عندي لك رأي ثاني. بنتك أنا ما أبي ترايها الحين. أنا ما أدري وش قال لك ذاك عنه لكن شوف أبرسل لك مكان اللي أنا أروح أداوم به واستراحة اللي أجتمع أنا وربعي كل يوم به وبرسل لك أرقام ربعي كلهم. أنا بنتك ما أبيه. تعلمي باستراحتي أي وقت طب علي فجأة دقدق على ربعي ذولا كلهم واسألهم عن الأمور اللي أنت تقوله ما علمتن عنه. اسألهم عنه. أنا أبوي مربين زين أهم شي سمعتي والله العظيم إني ما سامحك إلى آخر يوم بحياتي يوم إنك ظلمتن وأنت ما تأكدت من الموضوع. يقول رحت. يقول أرسلت له موقع استراحتي وأرقام ربعي كلهم وموقع دوامي. يقول يوم صار بعد أسبوع الساعة 9 بالليل مر يدق علي أبو البنت. يقول مرة رد علي قلت سم
قال انا عند باب استراحك. قلت يلا طالع لك. يقول انا باستراحة. يقوم اطلع اسلم عليه. قلت اقلط اقلط الله يحييك. يقول ودخله. يقول موجودين ربعي. يقول يقعد شوي. يقول اثر واحد من عيال طابخ. يقول مر ينسب ونقوم نتعشى جميع. ويقعد مع كم واحد من ربعي ويطلع ويسحب معه واحد من ربعي. يقوم يدق عليه قال انا بمشي تراي. قلت الله يساعدنا وياك. يقول راح. يقوم يروح اسبوع اسبوعين ما اتصل علي ولا ارسل لي. قلت كيفه؟ يقول يوم صار اسبوع الثالث مر يتصل علي. يقوم رد علي قلت سم. قال فلان تصلي معي المغرب؟ قلت سم ان شاء الله. يقول يوم صار المغرب مر اصلي معه. يقوم نطلع من الصلاة أنا وياه. قال شوف يا فلان يعلم الله أنه اللي وصلي فعلا وصلي. شوف حنا بعد ما سألنا عنك ووافقنا وجيت تشوف البنت حنا شارينك. مر يتصل علينا واحد من ربعك وفعلا واحد من ربعك قال لي عنك أمور. نسأل الله أنه ما يطيحك به ولا يطيح ناس إن نحبهم. يعني أمور نستحي أقولها لك. يعني بنتي يعني أغلى ما أملك. فأنا فعلا استعجلت وحكمت عليك بسبة كلامه. لكن بعد ما تأكدت طلعت على خبري ونعم وكانك تبي البنت. ترى هالبنت للحين موجودة وترى أنا شارينك. قلت دقيقة يا أخا أنا طالبك تقول لي من هو اللي اتصل عليك ذا وقال لك. قال لا لا أنا ما أقدر أقول لك. قلت طيب وش الأمور اللي قال لك إني أسوي؟ قال اعفن عنه. أهم شيء أنك الحمد لله طلعت أنك ما انت براعي هالأمور وأنك رجال نجودي. قلت خلاص يا خا أبي البنت. قال لي والله أني بعد أقول لك أنه عقب ما رديناك البنت ضاق صدرها بالحيل. البنت تبيك لكن حسبي الله على ذاك وغديك تسامحني وليدي. قلت أبد يا خال أنت مسامح والله يسامحك لكن الله لا يسامح ذاك. يقول حددنا يوم الملكة ملكت على البنت تزوجتها واللهم لك الحمد الآن عندنا ولد وحياتنا سعيدة جدا 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 وماشي زي الحلاوة. عسى الله قولوا أمين يوفقهم ويتمم لهم على خير. شوف سبحان الله لما يريد لك الله أنك تاخذ هالبنت أو تاخذين هالرجل لو تقوم الدنيا ولا تقعد. سبحان الله الله مختار لك هالبنت. وحسبي الله قولوا أمين على الناس اللي تخرب بيوت سواء قبل الزواج ولا بعد الزواج.